بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حددنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ أمد طويل رؤية واضحة وطموحة تستهدف إدامة النمو والتقدم والازدهار والأمن والاستقرار. وبفضل الله عز وجل والقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وجهود وسواعد أبنائنا أبناء وطننا ستظل راية هذه الرؤية خفاقة لتحدد معالم الطريق. ومنذ أن لاحت مؤشرات المتغيرات الدولية تقدمنا بثبات نحو إرساء قواعد الاقتصاد الجديد، وتحركنا في كافة الاتجاهات متطلعين إلى مكانة متقدمة لوطننا بين الاقتصاديات الدولية الناشئة. لقد وضعت الإنجازات التي حققناها خلال السنوات الأخيرة دولتنا في الصفوف الأولى لمستخدمي تقنية المعلومات والاتصالات، وباتت دبي بوابة المنطقة على التقنية الحديثة، وهذا أمر يعزز الثقة برؤيتنا المستقبلية ويؤكد سلامة مسيرتنا، ويدعونا للمضي قدما إلى الأمام. وأنا سعيد بمشاركتنا في مشروع كومونيكانت في ألمانيا، خاصة وأن التوسع المستقبلي للمشروع سيقام في دبي. وسأكشف اليوم عن مشروع تقني جديد ندخل معه مرحلة صناعة وتصميم الرقائق وأشباه المواصلات المتعلقة بالكمبيوتر والاتصالات. ويسعدني أن أعلن تأسيس واحد دبي للسيليكون، وقد كلفت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي بتنفيذ هذا المشروع والعمل على إنجازه وتكثيف كافة الجهود لتحقيق غاياته ومنحه الأولوية في تأهيل وتدريب أبناء الإمارات في مجال التقنيات الحديثة. وأوجه كافة الجهات المعنية إلى التعاون وتقديم الدعم المطلوب لضمان حسن التنفيذ، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.